بعد فوز منتخب المغرب لاقل من 17 سنه وبنجدد ونقول مليون مبروك لاخواتنا في المغرب الكل بيتساءل من سيواجه المنتخب المغربي في دور ال16 دور سمن النهائي في كاس العالم هقول لك في الفيديو ده على احتماليه مواجهه المنتخب المغربي في دور ال16 وترتيب المجموعه الاولى النهائي بعد نهايه الجوله الثالثه وايضا ترتيب المجموعه الثانيه السلام عليكم ورحمه الله في ظل المتابعة المستمرة لمونديال الناشئين اللي بيشارك فيه 24 منتخب لكن يهمنا المنتخب المغربي للناشئين اللي فرحنا النهاردة وفرح كل المغاربة بتأهله متصدرا لمجموعته الى دور الستاشر سمن النهائي المجموعة اللي كانت بتضم بلد الاستضافة اندونيسيا بالاضافة الى الاكوادور والمغرب وبنما اتلعب ثلاث جولات اذكرك بالنتائج المغرب استطاع ان في الجولة الاولى على بنما اثنين مقابل لا شيء، في نفس الجولة الإكوادور تعادلت مع إندونيسيا واحد مقابل واحد. في الجولة الثانية للأسف المنتخب المغربي تلقى الهزيمة الوحيدة في هذه المجموعة من الإكوادور صفر مقابل اثنين. وفي نفس الجولة منتخب الإكوادور منتخب إندونيسيا بيتعادل أيضاً مع بنما واحد مقابل واحد. رحنا للجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة اللي انتهت منذ قليل استطاع المنتخب المغربي أن يفوز ثلاثة مقابل واحد على منتخب اندونيسيا ويضع في نقاطه أو في جعبته ست نقاط ومنتخب الإكوادور بعد ما كان متقدم على بنما واحد مقابل لا شيء وكان صاحب الصدارة لكن منتخب بنما بيعمل المفاجأة ويتعادل مع الإكوادور واحد مقابل واحد ليصبح ترتيب المجموعة الأولى النهائي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة المغرب في الصداره 6 نقاط احرز 5 اهداف واستقبل 3 اهداف يعني فرق 2 من الاهداف الاكوادور في المركز الثاني 5 نقاط عنده أربع أهداف واستقبل هدفين يعني فرق هدفين إندونيسيا في المركز الثالث عنده نقطتين أحرز ثلاث أهداف واستقبل خمس أهداف يعني سالب اثنين من فرق الأهداف ومنتخب بنما أيضا في المركز الأخير عنده نقطتين أحرز هدفين واستقبل أربع أهداف يعني سالب اثنين من فرق الأهداف ده الترتيب النهائي للمجموعة الأولى طيب المنتخب المغربي بصفته أول المجموعة الأولى هيقابل مين في دور ال16 هيقابل اما ثالث المجموعه الثالثه او ثالث المجموعه الرابعه يعني اذا تأهل ثالث من المجموعه الثالثه المنتخب المغربي هيقابله اذا تأهل ثالث من المجموعه الرابعه المجمو... المنتخب المغربي هيقابله طيب المنتخبات الموجوده في المجموعه الثالثه هي انجلترا وايران والبرازيل اي منتخب من دول ممكن يبقى مركز ثالث وبالتالي ممكن المنتخب المغربي يلاعب انجلترا او ايران او البرازيل لو اخذ ثالث المجموعه الثالثه طيب مين في المجموعة الرابعة موجود معانا السنغال والأرجنتين واليابان وبولندا ثالث المجموعة الرابعة إما الأرجنتين أو بولندا أو اليابان هيلعبوا المنتخب المغربي في دور الستاشر وبالتالي المنتخب المغربي في مواجهة قوية جدا في دور الستاشر إما الأرجنتين أو بولندا أو اليابان او طبعا انجلترا او البرازيل او ايران ست منتخبات في منتهى القوة سيأخذ منهم منتخب واحد المنتخب المغربي نتمنى ان يثق ابداء سعيد شيبة في قدراتهم الفنية والمهارية والبدنية وان شاء الله يعملوا انجاز تاريخي اخر ويتأهلوا الى ربع النهائي عبر بوابة الدور الستاشر طيب المجموعة التانية اللي كانت بتضم اسبانيا ومالي واوزبكستان وكندا يهمنا طبعا منتخب مالي اللي بيمثل قاره افريقيا في المجموعه الثانيه بنبارك له تاهله الى دور ال 16 منتخب مالي بعد اداء ولا اروع. الجوله الاولى مالي فازت على اوزبكستان ثلاثه مقابل لا شيء، في نفس الجوله اسبانيا فازت على كندا اثنين مقابل لا شيء، في الجوله الثانيه اسبانيا بتفوز على مالي واحد صفر وفي نفس الجولة أوزبكستان بتفوز على كندا 3-0 طيب رحنا للجولة الثالثة النهاردة اللي كانت قبل مباراة المنتخب المغربي استطاع المنتخب المالي أن يمطر شباك المنتخب الكندي خمسة مقابل واحد نتيجة كبيرة لنصور مالي نصور مالي النهاردة أبدعت وأحرزت خمسة أهداف وتأهل منتخب مالي إلى دور 16 في نفس الجولة الأخيرة النهاردة منتخب أوزبكستان بيتعادل مع أسبانيا 2 مقابل 2 ليصبح ترتيب المجموعة الثانية اسبانيا في الصدارة سبع نقاط واحرز خمسة اهداف واستقبل هدفين يعني فرق ثلاث اهداف مالي في المركز الثاني ست نقاط احرز ثمان اهداف واستقبل هدفين يعني فرق ست اهداف اوزبكستان في المركز الثالث اربع نقاط وايضا منتخب اوزبكستان سيتأهل من اصحاب المراكز التال يعني من اصحاب المركز الثالث لانه عنده اربع نقاط وطبعا له خمس اهداف واستقبل خمس اهداف وكندا متزيل المجموعه مليون مبروك لمنتخب المغرب مليون مبروك لمنتخب مالي وان شاء الله ان شاء الله تكمل فرحتنا بالمنتخب البوركينافي لان منتخب السنغال تاهل هو الاخر اعتقد ان منتخب السنغال والمغرب ومالي في دور ال16 هيقدروا يعملوا نتائج مهمه جدا جدا باذن الله كل الدعم لمنتخبات افريقيا وكل الدعم الاول والاخير للمنتخب المغربي لاقل من 17 سنه اللي فرحنا النهارده بتاهله الى دور 16 متصدرا لمجموعته قول لي رايك في التعليقات وتحب منتخب المغرب يقابل مين في دور ال 16 من وجهه نظرك الشخصيه لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته